نترحم اليوم على شيوخ البلاد تاع زمان، لي زونسيان تاع الشعبي كيما القاسم مولد سعيد والشيخ علي بن كله والحبيب بن طرية وعبد الرحمن بن عيسى ومحمد بن دادة ومصطفى لزغلي وزيد وزيد، ربي يرحمهم ويغفر لهم إن شاء الله. هادو اللي عطاو صورة لمدينة مستغانم وكانوا في الوقت هذاك في ليزاني 50 و 60 كانوا يخرجوا ويديروا السهرات ويديروا العراس وبالفرق نتاعهم تاع المدح والفرق تاع العروبي اللي كان يخدموا به انذاك في بلاصه الشعبي، لخاطر الشعبي ما كانش كاين موجود انذاك، وهذا اللي خلانا نتفكروهم ان غرو اوماج لهاد الشيوخ. لا ننساو مصطفى بن حمو في تجديد المقصر، ربي يرحمه، وحمو بن اسماعيل وبن هندة وبن صابر وبن ملوكة والشيخ منور ولد خلف، يرحمهم اجمعين ان شاء الله. ونخليكم مع الفيديو. على ربي تلقاهم نار حاميه غواهم من مدينة مستغانم معروفة يعني بالشعبي ومعروفة بالشيوخ انتو الكبار، منهم اللي توفوا رحمهم الله ومنهم اللي مازالوا على قاعدة الحياة، ربي يطول في عمرهم إن شاء الله والبركة فيهم، ومنهم الشيوخ كبار كما الشيخ معزوز بوعجاج وتاع ليزاني 50 و 60 يعني من كان الحاج محمد العنقة كان يجي لمستغانم وكان يتلاقى مع الشيخ حمادة الشيخ بوعيش رحمه الله شيخ البلاد شيخ البدوي، وكانوا يبدو يعني نعرفوا باللي مدينة مستغانم رأس المقصد تاع الشعبي وتاع التراث الشعبي وتاع الفن وتاع سيدي الخضر بالخلوف تاع القصائد الشعبي والقصائد الدينية للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه اللي خلات يعني كل واحد يجي كل شيخ من المشيخه يجي يلقي زور مستغانم ويدي الطابع نتاعو ويدي الكاشي نتاعو عاد باش يخرج من مستغانم ويروح يزيد يعني في الفن نتاعو. يعني كانت مدينه مستغانم كي شغل هي الجامعه تاع الفن، هذا تاع الفن الثقافي تاع الفن الشعبي والبدوي، يعني خرجوا منها بزاف شيوخ وخرجوا منها يعني وعطات صوره جميله وصوره كبيره يعني للمنطقه المغرب العربي او الوطن الجزائري. الكل يعرفوا كما نعرفوا سيدي حمو الشيخ عطى صوره كبيره لمدينه سيدي احمد بن علي العلاوي وزيد 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 سيدي الخضر بالخلوف الشيخ حماده يعني بزاف الشيخ الجلالي عين تدرس عطاو البصمة تاعهم وعطاو الكاشين تاعهم، ومنها من هاد البلاد يعني من هاد المدينة خرجوا ناس وخرجوا يعني أساتذة وخرجوا اللي عطاو المستغانم المكانة تاعها في الوطن وفي المغرب العربي. Thank you.
مدينة مستغانم ما تتخلاش على هذا الفن الشعبي وهذا التراث نتاعها. علاش ما تتخلاش عليه؟ لخاطر مازالوا وليداتها والشبان نتاعنا هما اللي يشدوا الفلومبو وهما اللي يشدوا المشعل هذا ومازال يمشوا به الى الامام. الشعبي ما يحبش في مستغانم. مدينة مستغانم قلنا هي الجامعه تاع الشعبي، منها خرج كلش. مستغانم هي اللي مدت كلش. مستغانم المعروفه بالبلد الشعبي، البلد الثقافي والبلد الفن. لما نروحوا للمسرح نقولوا مستغانم، لما نروحوا للشعبي نقولوا مستغانم، لما نقولوا الاندلس نقولوا مستغانم، لما نقولوا الفن الطبل والغايطه والعيساوه نقولوا مستغانم. يعني شوف البدوي الشيخ حماده والشيخ الجلالي عين تادلس وزيد الشيخ بوراس وزيد، يعني فيها مشيخه كبيره نقولوا مستغانم. وزيد نزيد نعد ليست القائمه طويله. مستغانم ما تتعبرش، مستغانم تعيا تقول في الكلام ما تقدرش تتعبرها يعني بكلام. مستغانم كبيره علينا بزاف، وخرجت ناس ما شاء الله، وخرجوا منها ناس وتعلموا منها ناس وتخرجوا لا في الفن ولا في يعني في كل مجال. مستغانم مدت رجال ومدت الناس اللي الحمد لله يستاهلوا دروك، وما شاء الله اللي راهم في القمه واللي راهم يعني وصلوا واللي عطاونا صوره وعطاو انيماج، يعني عطاو هذه الصوره لمستغانم لدروك نفتخروا بها. كرونولوكا تاع شيخنا شيخ البلاد، كيما نروحوا لقسنطينه لما نقولوا قسنطينه شكون الفنان الكبير، نعرفوا باللي الحاج محمد طه الفرقاني. ما كاش اللي يقول لك اكثر منه ولا ناقص عليه، الاولى يقول لك الفرقاني. لما تروح لمستغانم يقول لك عندكم الشيخ معزوز بوعجاج، شوف سبحان الله العظيم. يعني تروح للعاصمه يقول لك الحاج محمد العنقه، يعني الشيخ شيوخ. وزيد 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 وزيد، يعني كل بلاد وعندها لو بيرسوناج تاعها وعندها اولادها اللي يعني شيعوها وعطاوها المقام نتاعها يعني ما بين البلدان. يعني من غير هذا الفن، يعني قلنا مستغانم عطاوها هذا الاولاد عطاوها المكانه نتاعها. يعني من غير هذا الفن نروحوا لفنون اخرى. عندنا كيما اصحاب الكرابيله عطاو في الكل، يعني في دويست الجيريان كاع، يعني كاع في الغرب الجزائري معروفين. الفرقه تاع الكرابيله تاع القاسميه تاع مسغالين تاع الزغران، زيد فرقة قناوة، زيد يعني قرقابو، زيد عيساوة. مستغانم معروفة بعيساوة، الفرقة تاع عيساوة يعني ما يكملوش، ومازال فاني إن شاء الله غادي نخصو لهم فيديو تاع سبيسيالمون تاع عيساوة برك. يعني الشيوخ نتاعها كي كانوا كيفاش، شكون اللي دخل عيساوة المستغانم، وشكون اللي جاب الزرنا، شكون اللي بدا بها هو الأول، وشكون اللي وقدام لا تكون الزرنا واش كان كاين. يعني هذه تفاصيل تدخل يعني في الفيديوهات ان شاء الله المقبله. نعرفوا باللي مستغانم عندها دور كبير في الفن، لا في المسرح قلنا لا في كل شيء، لعبت دور كبير ولا في المجال الديني في الزوي ولا في يعني في كل شيء. الزاويه المشهوره على مستوى العالم كاع، الزاويه العلويه اللي كل العالم كامل يعرف الزاويه العلويه تاع مستغانم. دونك شوف يعني التفاصيل، يعني شوف النقاط هادو، زعما سي دي بوين سونسيبل تاع 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 مسرحيين، سي دي بوين هادو شعبي الدين المسرح الغايطه عيساوة منا، هادو يعني كاع يعني داخلين كاع في التاريخ كاع والباتريمون تاع الاثار تاع مسرحيين. دونك على قلت لك نقول لك انا مسرحيين عندها تاريخ كبير، وعندها تاريخ وعندها الرجال انت واحد اللي ساهرين على هذا الشيء. لا ننساو الاوركست تاع محمد طاهر وبن ناصر وتاع بن عيسى وتاع
الشرف بالتاج وتاع زيد شعبان زيد المولاي زيد يعني بزاف بزاف زيد الشيخ الغالي زناتي يعني شوف كان عندنا مازال نخصوا لهم هادو سبيسيال غير الشعبي هادو سبيسيال فن واحد اخر تاع مسغالم يعني مسغالم كبيره وعندها ما تعيت تعيت تعبر بها وتعبر يعني باش تعبر الكلمات باش تعطي المكانة تاعها تاع مسغالم ما تقدرش باسك على مسغالم كبيره بعين الرحمة في مهجتي دخل عن متحومان ظلموا لرسالة هاي سيدنا حرمين وجدوا في يوم العرق في يوم طلعت على الدنياي وقت مشاحنا يخلص دندك ويقول لي انت يا متهني مشاه شيخ المشايخ البغدادي حرمت بيت النبي مع الفلانة غدني بحبيبي سلوت نادي ورسول الهادي بقى يا حبيب محمد
ما ظنيت بالحبيب ينساني جمعت كل طيب يكفيك ما حاوت القبا داري ودار بويا نمكث ماني غريب من سبل وحاق نسبا الأدب العين بالسهم المسمونة اللحظة سرعة الشقة بالشباري والضفاري حذر من السبوع الدرع المعتمدة في السوق ما يدرك بيع ولا شاري أمنظرة واشبعل بربي غدا نار الجحيم ولا في الجنة داري
يا منظرة واش يفعل بي ربي غدا سعدي حبيبي على بحرها وهواها ديروا عليها يا سامعين سيدي عبد الله مولاها وسيدي سعيد في قلبها سيدي المجنون في بحرها بيها الولياء ضايرين ناسها الزاوية ورجالها السويقة هي عزها مرقوص ولا معروفين العرسة والمطمار وسعد من جه مزاير ولا تنسى باب مجاهر بالكرامة معروفين غالي محلاها معزة ومغلاها على بحرها وهواها ديرا ما فيك من قصر
بينما أنت خيال جاء في فكري وقت صنم وسقينا ما بك زول المال جاء في غاية الخطب جمع الله وشملنا مازال لينا لقاء الاخر مع الفن المستغالمي والباتريمون تاع مستغاليم اللي على الاثر تاع التراث تاع مستغاليم في مجال الفن العصري الموسيقى العصريه او في الفن الاندلسي او الفن او العيساوي. مازال عندنا فيديوهات في المستقبل ان شاء الله نحضروهم يعني فيما يخص العساوة وفيما يخص الموسيقى البدوي للشيخ حمادة والشيخ الجلالي رحمهم الله، يعني كل شيخ والشيخ بوراس يعني هادو اللي كانوا يعني عطاو صورة فاني عطاو صورة لمدينة مصغالم فيما يخص